المعرض الدائم للمنتجات الزراعية وشتلات الفواكه والنخيل التابع لوزارة الزراعة يشكل أحد آليات الدولة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين عبر ما يقرب من 300 منفذ ثابت ومتحرك يقدم مختلف السلع ومنتجات اللحوم والألبان بجودة عالية وسعر مناسب. احنا بننتج جميع الخضروات والفواكه، عندنا مواقع في النوبارية بتنتج الفترة الحالية طبعا فترة موالح، عندنا المانجا وعندنا البرتقال والاستفندي، طبعا الشمام طالع نزل لسه جديد، عندنا جميع المنتجات دي احنا بنطرحها في جميع المنافذ من الصوبة للمواطن على طول بدون نسبة بقى جشع التجار، يعني بسعر مخفض لجميع المواطنين. عندنا لحوم بلدي، لحمة مفرومة، عندنا كبدة، عندنا السعر 225 جنيه اللحمة المفرومة، الكبدة ب 220 جنيه، عندنا برضو مستورد عشان برضو المواطن محدود الدخل ب 165 جنيه القطع والمفروم. وعلى الجانب الآخر يتضمن المعرض الدائم للزراعات المحمية شتلات الفاكهة بكافة أنواعها الاستوائية وأشجار الفاكهة النادرة وشتلات الخضر للزراعات المحمية بالإضافة إلى شتلات النخيل المتميزة على مستوى كافة الأصناف والأنواع المختلفة. الحمد لله هنا موفرين جميع شتلات الموالح والفاكهة والأشجار القزمية والأشجار المثمرة والأشجار الاستوائية والنادرة، تمام، وبنوفرها هنا بجودة عالية وبأسعار مدعمة، ده بفضل توجيهات الوزارة، موفرين كل حاجة وموفرين كمان أشجار مثمرة وأوريدي عليها الإسمار بتاعها. بنوفر الشتلة مضمونة من ناحية الصنف ومن ناحية الجودة ومن ناحية برضو الأمراض، عندي عاملين رعاية جامدة هنا برضو تحت رعاية الوزارة، والوزارة بتشرف بنفسها على الموضوع ده. الأصناف اللي بنقدمها هنا كلها أصناف ذات جودة عالية جدا، يعني برحي، مجدول، صقعي، سكري، عجوة المدينة، الحمد لله رب العالمين. حاليا مقدمين أصناف نخيل عالمية، جودة عالية قوي، عائد على الاستثمار بالنسبة لأي حد هيزرعها عالي قوي. في خطة من الدولة بنشر الأصناف اللي هي المتميزة دي وإحلال الأصناف كمان اللي هي البلدية ذات الجودة المنخفضة بالأصناف العالية اللي هي قابلة للتصدير. المعرض الدائم لوزارة الزراعة يشكل شراكة حقيقية ومثمرة بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص. الدولة وهي ملتزمة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الغذائية، فهي تحرص تمام الحرص على إتاحتها بجودة عالية وبسعر منخفض، ليبقى المعرض الدائم لوزارة الزراعة شاهدا على هذا التوجه سواء عن طريق المنافذ أو هذا المشتل الذي يقدم شتلات الفواكه والخضر المختلفة والمتنوعة. من وزارة الزراعة، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري.